في الحقيقة أنا مسؤول عن شركة راعية للحالات اللي هي فيها نوع من التحدي زي مريم. احنا عندنا أكتر من حالة. الأونرز عندنا بيهتموا جدا بحتة مشاركة في مع المجتمع في الحالات اللي زي كده، زي نوع من احنا بنسند. احنا عرفنا الموضوع ده من حوالي 6 شهور. كان في اختيار لبرنامج معين. اكتشفنا مريم باللوح. بس كان عدد اللوح اللي عندها كان قليل. فأنا هرجع لقصة مامتها لأنها دي بطلة فعلا زي ما حضرتك قلتي، وإزاي حفزتها في فترة إنها نوصل عشان نبتدي نعمل معرض وهنتكلم عنه. لازم يكون أتليست عندها 50 لوحة. كان وقتها عندها كم لوحة؟ بنتكلم في حوالي 20-21. يعني كنت عايز أكتر من الضعف عشان نعمل عملتهم في قد إيه؟ يتم عرضهم في قاعات زي قاعة صلاح طاهر في دار الأوبرا المصرية. القاعة دي طبعا كل الناس تعلم طبعاً. يعني قاعة صلاح طاهر. فنشكر ربنا العمل بتاعها بتشتغل هي ومامتها مشتركين في هذا النجاح، زي ما حضرتك برضو بتوصفي انه النجاح، بس مش مريم، النجاح في اكتشاف مريم وموهبتها والدعم عليها. فهتحكي مامتها دلوقتي عن الموهبة اللي في الوقت الصغير 5-6 شهور دي قدرت تعمل قد ايه. طيب قبل ما انتقل لده، لاني هنتقل لده وهسأل على الجوائز والتدريب والجامعة بكلية فنون جميلة، ايه اللي بيخليكوا كشركة تختاروا نماذج بتتحدى علشان تدعموها؟ بتعملوا كده ليه؟ وهل بس النماذج المتحدية ولا في نماذج تانية بتفكروا بتعملوا لها عمليات دعم؟ هو بيبقى فيه اختيارات انه الاكثر احتياجا، دايما بنسند الاكثر احتياجا والناس اللي بيبقى فيها نوع من التحدي. ده الهدف التارجت بتاع الشركة كأونرز في توجيهاتهم، انه الهدف منها هو ده. وعندنا حالات زي كده هتبتدي تظهر في برامج قريبة بإذن الله. الهدف برضو ان انا النهاردة لما باجي اساعد حد اكثر احتياجا وتظهر موهبته ايا كان بقى، في التعليم، في الفن، في الرياضة، هنشوف حاجات في برامج قريبة جدا. يعني بتعملوا بتدعموا ناس في تعليم، مثلا طلبة متفوقين محتاجين دعم، هل الدعم بس مادي ولا دعم معنوي ولا دعم لوجستي؟ يعني لا، طريقة الدعم ايه؟ لا، دعم اغلبه بيبقى مادي. بنحقق برضو زي حلم الاشخاص. بيبقى حلمه في حاجة معينة بنحققها له. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ عشان انقل على ده وبعدين ارجع اسألك برضو شوية اسئلة تاني. بتعملوا ده ليه؟ يعني الهدف من ده ايه؟ حقيقي يعني الأونرز عندهم فكرة العطاء جميلة، الخير جميل، وهم حاسين قد إيه أنه ربنا عطيهم خير، فلازم الخير يبقى بيعوم على كل الناس، لأنه العشور بتاعهم يعني بالظبط. طيب